الجبهة الداخلية أخي الكريم. أستاذ طب ولكن أريد أن أنهي قبل أن أنهي هذه الحلقة، أريد أن أنهي معك في موضوع ولكن سريعا في جمل بسيطة. اللاجئون السودانيون في إثيوبيا أخرجت عنهم البي بي سي تقرير اليوم تحت عنوان المأساة المنسية، وبات اسمهم ليس اللاجئين السودانيين في أثيوبيا ولكن العالقين السودانيين في أثيوبيا. كيف يمكن التعامل معهم الآن الحكومة السودانية؟ نعم نعرف أن الحكومة السودانية مشغولة في حرب، ولكن لا يجب أن يتم ترك هؤلاء في الغابات بلا طعام ولا غذاء، ولكن في جملة بسيطة لأنه يجب أن أختم. أخي الكريم اسمح لي أن أقول أن العالم تستفزه مثل هذه المواقف، ويتحدث في الإعلام عن العالقين ولا يوجد خدمات وغيثوهم. حقيقة أقول لك الشعب السوداني تجاوز ذلك، سوف أأتي لهذا الموضوع، ولكن الشعب السوداني تجاوز، هو الآن لا يهتم بتفاصيل المعاناة اليومية من مأكل ومشرب، هو يهتم بالهدف الأكبر وهو التحرير وبالعودة إلى المنازل وبالمعالجة الرئيسية لهذه المشكلة حتى يتم العلاج الجذري. أما إخوتنا وآباؤنا وإخواننا الذين هم الآن يعانون في كل مناحي العالم، في مصر وفي أوغندا وفي أثيوبيا، النزوح فعلا هو مشكلة ويغير يعني تأثيراته النفسية وكل ذلك. في الإخوة العالقين في أثيوبيا يجب على منظمات الإغاثة أن تقوم بدورها حماية لهم وعونا لهم. كل الشكر لك دكتور محمد عثمان الأكاديمي والمحلل السياسي، أشكرك بشدة على التجميع في هذه الحلقة، أشكرك على كل هذه الإفادات. شكرا كرام، إلى هنا جينا لنهاية هذه الحلقة من في المنتصف، في الحلقة جديدة. أنا عمرو ملكي يحييكم، دمتم في أمان الله.